بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين وصلى وسلم على المرسل رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيه الأمين الأمين. ثم بعد، النهاردة إن شاء الله كده أول محاضرة في Transmission Line Protection، أو بمعنى عام الفيدر بروتكشن. يعني طبعا الفيدر ممكن يبقى Transmission Line أو Power Cable، وده المفروض بيبقى فيه حمايات عليه، وده المفروض بيبقى فيه حمايات برضو. يعني بعض الفانكشن الموجودة على Transmission Line ممكن متبقاش موجودة على الكيبل، وبعض زي مثلا الوتر كلوجر مثلا يبقى موجود على الترانسميشن لاين لكن مش موجود على الكيبل، ممكن يبقى شورت او ميديم او لونج، فده الحمايات بتختلف. لو حبينا نقسمهم في ديستريبيوشن وسب ترانسميشن وترانسميشن هاي فولتج، بيبقى الكلام ده طبعا على حسب الجهد، على حسب الليفل بتاع الجهد قد ايه. ده كده معدل حدوث الفولتات على الترانسميشن لاين او الكابلات او السويتش جير ترانسفورمرز وهكذا. ده 50% على الاوفر هيد لاينز، ده معدل حدوث الفولتات بتبقى على الخطوط غالبا. ده طبعا بسبب ايه بقى؟ بسبب عرضة الترانسميشن لاين اكتر للفولتات زي اللايتنينج، الايسنج، ده وفي سحابة، في طاير، في طائر مثلا معدي، في كل ده بيبقى ايه؟ بيبقى حاجة اوت دور ومسافات كبيرة، فده عرضة أكتر للفولتات تحصل عليها يعني. تمام، ال إحنا ليه عايزين نحمي الفيدر؟ لأن هو الحاجات اللي بيتعرض ليها سواء overloading، دي الفولتات اللي بتحصل عليه، سواء overloading، over voltage under frequency power swing، أو transient fault أو permanent fault أو short circuit fault، وهكذا بقى. تمام، الاسباب الرئيسيه طبعا ان احنا نحمي الفيدر بروتكشن في حاله الشورت سيركت، دي اهم سبب. الكرنت بيزيد بصفه كبيره جدا، خصوصا لو الفولت ده قريب من السيركت بريكر، او اللي احنا بنسميه كلوزن فولت. كلوزن فولت يعني فولت قريب قوي من المعده اللي المفروض هتفصل عندها الفولت. تمام، احنا بنحط برضو احيانا باك اب بروتكشن عندنا عشان لو المين ما اشتغلش يبقى الباك اب موجود معانا ويشتغل. تمام، والمفروض طبعا علشان السيستم يبقى ستيبل ان الاوبريتنج تبقى ايه، تبقى سريعه، بس مش معناه ان هي تبقى سريعه قوي علشان ما اقعدش افصل على حاجه ممكن تبقى اوفرلودنج والسيستم يقدر يتحملها. لا، نقصد بالسرعه هنا اللي هي قبل ما يحصل ان السيستم كله يبقى انستيبل ويحصل بلاك اوت. تمام، الانواع بقى البروتكشن سكيمز اللي محطوطه عليها احنا بنقسمها 2 كاتيجوري كبار كده. الكاتيجوري الاولى اللي هي كاتيجوري النون بايلوت بروتكشن. النون بايلوت يعني ايه؟ يعني الريلي ده محطوط من ناحيه واحده على ترانسميشن لاين، اذا كان ده ترانسميشن لاين ومفيش حاجه مقابل ليه بيعمل معاه تيلي كوميونيكيشن سكيم. تمام، فبيبقى من وان سايد بس، فده بنسميه النون بايلوت بروتكشن. زي الاوفر كارنت بروتكشن، اوفر كارنت بقى بكل انواعه، فيوزز لو حاجه صغيره وقديمه شويه، او اوفر كارنت ريلي انفرس او تايم ديلي انستنتينس او ديفينيت اوفر كارنت ريلي. الانفرس ديفينيت مينيمم تايم اوفر كارنت ريلي اللي هو الاي دي ام تي، ده الانفرس ديفينيت مينيمم تايم اوفر كارنت ريلي، وده انا شرحه بالتفصيل، والدايركشن اوفر كارنت ريلي. ده كلها ريليهات بتبص من ناحيه واحده بس، من اتجاه واحد بس، ونقصد طبعا الاوفر كارنت اللي فوق دول اللي هم النون دايركشنال، لكن اللي تحت ده دايركشنال بياخد اشاره جهد عشان يقدر يعرف اتجاه الفولت على ترانسميشن لاين او بره الترانسميشن لاين الموجود عندي، يكون فورورد او ريفرس. يعني الحاجه الثانيه الديستنس بروتكشن، ان هو بيبقى عندي هنا في تي بيغذي الريلي مع السي تي، فيبقى فيقيس الزد الامبيدنس، ونقدر وهو علشان بيقيس الامبيدنس احنا بدأنا نسميه ديستنس ريلي، لان عن طريق معرفه الامبيدنس يقدر يعرف مكان الفولت اللي حصل فيه. طبعا احنا بنقول الديستنس ده نون بايلوت ما لم ان هو يتحط معاه يتربط كوميونيكيشن مع الترانسميشن، مع الريلي اللي على الناحيه الثانيه على الجانب الثاني. يعني انا عندي هنا ده الريلي الاولاني اهو، ده السي تي بتاعه، وده الفي تي بتاعه. تمام، طبعا ده سنجل لاين دايجرام، فده منه ثلاثه وده منه ثلاثه على الثلاث فازات، بيغذوا وان بروتكشن ريلي، وان بروتكشن ريلي اللي هو الديستنس. الديستنس الانسي كود بتاعه 21. تمام، الاوفر كارنت 51 على 50، ده اللي هو النون دايركشنال، والمفروض اللي هو الدايركشنال 67. ده كده 67، ده الانسي كود بتاعه.
تمام. المفروض بقى هو رابط كده بترانسميشن لاين، وعلى الناحية التانية السب ستيشن الناحية التانية بيبقى فيه برضو ايه نفس الشكل ده كده موجود الناحية التانية برضو بالظبط، وفيه هنا ريلي. تمام، الريلي ده لو بيكلم الريلي ده كده، لو بيتكلموا عن طريق تيليكوميونيكيشن سكيم، يبقى اصبح ده بايلوت بروتكشن. لكن لو الديستانس ريلي لوحده بس كده، خلاص يبقى ده نون بايلوت بروتكشن. تمام، اللي بعده ندخل اللي بعدها، البايلوت بقى بروتكشن الجزء الثاني اللي هو البايلوت. نون بايلوت هنا ده المزايا بتاعت النون بايلوت والحاجات المشاكل بتاعته. طبعا المزايا ان هو سيمبل، ما بتحتاجش تيلي كوميونيكيشن تتربط مع الناحيه الثانيه. تمام، وتقدر تعمل تايم جريدنج، او ان انت تقدر تخلي الداون ستريم يفصل الاول بعد كده الاب ستريم يفصل بعديه، فتقدر تعمل ديسكريميشن للفولت. تمام كده، المشكله بتاعته ان هو ما فيش فيكسد باوندري. يعني الاوفر هيد لاين ده، لو انا عندي هنا ادي ده الاوفر كارنت ريلي، ودي اكبر مشكله في النون بايلوت. ادي ده الاوفر كارنت ريلي هنا 51 على 50. تمام، لو ده ترانسميشن لاين والمحطه السبستيشن اللي هنا دي بتدي ترانسميشن لاين تاني، حطت السبستيشن دي بتدي ترانسميشن لاين تالت، اي فولت هيحصل، اي فولت هيحصل حتى لو في ترانسميشن لاين ده، كده كده الكرنت هيمر عن طريق عن طريق الريلي ده. فمشكله ال النون بايلوت ان هو مفيش فيكسد باوندز ليه شغال فيها، مفيش بروتكشن زون واضحه معموله ليه، ولكن هو بيبص على اتجاه. طب احنا بنعمل ديسكريميشن ازاي ما بين ده ومين ده؟ عن طريق كوردينيشن ستادي اللي هناخدها ان شاء الله في الشابتر ده، ان احنا هنقول بقى ان في كوردينيشن ستادي ما بين الريلي ده والريلي ده، بحيث ان الريلي ده يفصل اسرع من الريلي ده، عشان الريلي ده لما يفصل الاسرع يبقى نقدر ان هو لو حصل فولت هنا فده يفصل، وده ما فصلش ده يبقى يعتبر ريموت باك اب ليه ويقدر يفصل برضه. تمام، ده كده النون بايلوت، وده اللي هو بعض انواع النون بايلوت زي احنا قلنا في السلايد اللي فات. طيب دول كده، اللي بعده نيجي نقول هنا بقى الديستنس بروتكشن. الديستنس بروتكشن ايه ده؟ بيبقى كويس لان هو بياخد الاوم معاه في الحسبان والفولت والكرنت، فبيقدر يديتكت مكان الفولت لو الجهد اتغير حتى اثناء حدوث الفولت، فاحنا ايه فده يقدر يعرف برضو ايه المقاومه قد ايه بالظبط اللي شايفها الريلي. طبعا لو في بقى كوميونيكيشن تشانل موجوده، سواء كان دايركشنال اليمنت زي الدايركشن ارث فولت على ال 500 كيلو فولت، او الديستانس اليمنت، ده بيتحول ل بايلوت بروتكشن. ده اللي احنا قلناه، الديستانس مع او الديستانس بروتكشن والديفرنشال بروتكشن از بايلوت بروتكشن بيبقى عباره عن ايه بقى؟ بيبقى في هنا ادي البروتكشن ريلي اهو. تمام، وادي ده البروتكشن ريلي، واخد من في تي وسي تي، واخد من في تي وسي تي، بيبدا هنا ده البروتكشن ده ريلي يتكلم البروتكشن ريلي ده، وده بيتكلم ده عن طريق الويف تراب وعن طريق الكابلنج الموجود ده. طبعا القصه اللي احنا دي كده اسمها بي ال سي باور لاين كارير، باور لاين كارير بنسميها البي ال سي. ده طرق من طرق الكوميونيكيشن في الربط ما بين المحطات السب ستيشن 500 او 220 او ايفن 66، وان كانت ما بنفعلش فيها السكيم بتاع الكوميونيكيشن، ولكن برضو ايه نقدر نقول الـ 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 الشكل الموجود ده ان هو خلاص بنحمل موجة الكوميونيكيشن الموجودة عندنا، بيبقى فريكونسي عالية على الترانسميشن لاين نفسه، فمسمينها باور لاين. يعني ده اللي هو الترانسميشن لاين نفسه اللي هو عليه الباور 500 كيلو او 220 كيلو، بنحمل عليه كارير تاني بهاي فريكونسي او الترا هاي فريكونسي، بحيث ان الموجه دي بتنقل الاشاره من هنا لهنا. الاشاره اللي احنا عاملينها ان احنا بنقول مثلا حصل فولت هنا، فالريلي ده شاف وزن واحد مثلا، فنقول للريلي ده ان الريلي ده فصل، فيبعت بالاشاره دي لهنا، يقول للريلي التاني انا فصلت، فايه فدول يفصل بقى الريلي ده والريلي ده يفصل. طبعا ده شكل الفايبر الموجود اللي هو بيبقى ده عباره عن ال سي، الشكل ده كده ممكن يبقى ال سي او الكونكتور بتاعه، لكن ايه وده كده البروتكشن زون بقى. البروتكتد زون يعتبر من الجزء ده والجزء ده، طبعا ما بين الجزء ده والجزء ده لو هو ديفرنشال كارير كارنت. الديفرنشال بيبقى خلاص ده بيقيس الكارنت وده بيقيس الكارنت،
وبيكمبير الكرنت اللي جاي له من الريموت ده، بيكمبير الكرنت اللي جاي له من الريموت اللي هو ده، وده بيكمبير الكرنت اللي جاي له من الريموت اللي هو ده، وياخد الاكشن الاثنين ريلي ان هم يفصلوا الترانسميشن لاين. طبعا صعب جدا ان انا هوصل ما بين ده، وان انا همد كابلات ما بين المحطه دي والمحطه دي، دي محطه سب ستيشن كده ودي محطه سب ستيشن ثانيه، ان انا همد كابلات علشان اجيب وان ديفرنشال ريلي زي الموجود في الترانسفورمر. ده صعب جدا لان ده في الاخر كيبل، الكيبل ده 10 100 كيلو 15 كيلو هكذا يعني. الديفرنشال طبعا احنا بنستخدمه في المسافات الصغيره لانه اكيوريت، المسافات الصغيره في الاخر اللي تشارجنج كارنت بتاع الكابل بيبقى قليل، فالايرور ما بين ما بين اللي شايف الريلي ده والريلي ده قليل. لكن لما المسافه بتزيد جامد بيبقى الديستنس بروتكشن افضل، وكمان في المسافات الصغيره الديستنس بروتكشن مش كويس قوي، لان هو ممكن يستميت الفولت مكانه غلط، وممكن يتربى على اساس ان ده زون واحد او زون اتنين غلط، لكن ده بيبقى ميزه في المسافات الصغيره ان الديفرنشال ريلي بيشتغل افضل يعني. الشكل الموجود قدامنا ده، ده شكل موجود لسكيم في الاخر ما بين اتنين محطه، ما بين محطتين سب ستيشن، المحطتين دول في الاخر الاتنين ريلي بيتكلموا بعض عن طريق الكوميونيكيشن سكيم اللي هو الباور لينك. تمام، طبعا ده شكل اللي هو ان احنا لو ده الديفرنشال، الشكل ده اللي هو الديفرنشال، ده سي تي هات كده بتغذي الريلي هنا، وسي تي هات بتغذي الريلي ده، وده بيبعت لده وبيبعت لده سند ريسيف عن طريق الكوميونيكيشن الموجود ما بينهم، الباور لاين كارير الموجود. طيب اللي بعده اليونت تايب بروتكشن. طبعا اليونت تايب ده ميزتها بقى عن الثانيه ان هو بتبقى ديفينت، عامله زون معينه، الزون دي احنا بنقدر نتشك عليها بالظبط في فولت ولا لا، غير اللي هو النون فايلوت. تمام، الميثودز ان احنا نحمي بيها، خلاص احنا قلنا الاوفر كارنت او الديستانس لو ده نون يونت، سامري الكلام اللي قبل كده، واليونت بروتكشن ده الديفرنشال، و الديفرنشال بروتكشن اللي هو يعتبر الكارنت بروتكشن، وممكن احيانا ممكن نقول ان الديستانس اوكي لو متفاعل معاه بروتكشن بتيلي كوميونيكيشن سكيمز. الحاجات اللي هي مستخدمه دي الانسي كود بتاعها متعرف هنا اهو، 50 على 51 ده الاوفر كارنت، 50 ان على 51 ده اللي هو الاوفر، ده اللي هو الارث فولت، ده التايم ديليت ارث فولت، وال 50 ده اللي هو الانستنتينس ارث فولت، وده الانستنتينس اوفر كارنت، وده ده طبعا الانتي كود بتاعهم، وده التايم ديلي اوفر كارنت. الدايركشن اوفر كارنت ده بياخد الاتجاهيه، وهنشرحه المفروض ان شاء الله برضو معانا، ده 67 او 67 ان، ده الدايركشن اوفر كارنت وده الدايركشن ارث فولت. الديستنس 21 21 ان على الفيزز وعلى الارث. الديفرنشال اللي هو البايلوت 87 زيه زي اللي يعتبر اللي هو الديفرنشال العادي 87، بياخد نفس الانسي كود بتاعه. طبعا الناس هنا غالبا بتقول ان البايلوت هو الديفرنشال بس، لان هو خلاص انا بالنسبه لي ده الحاجه الوحيده اللي هي واضحه وصريحه ان هو لازم ياخد زي ما في الشكل ده باين كده، لازم الاثنين بروتكشر اللي دول يكلموا بعض عشان كرات الطيار اللي شايفه ده تتبعت هنا، وكرات الطيار اللي شايفه ده تتبعت هنا، بحيث لو حصل فولت هنا فده هيغذي وده هيغذي، فده يبعت لده ان هو شايف الفولت، وده يبعت لده ان هو شايف الفولت، فالاثنين يفصلوا. كمان القرايه بتاع ده بتتبعت هنا والقرايه بتاع ده بتتبعت هنا. لكن طبعا فده الحاجه الوحيده اللي تعتبر واضحه ان هي البايلوت، الباقي ده كله يعتبر ايه؟ نون بايلوت. الاوفر كارنت دي كده اول حمايه نبدا بيها، الاوفر كارنت بروتكشن، كان ان شاء الله الدايركشنال، بعد كده الديستنس الموجود والبايلوت او الديفرنشال الاخير. اول حاجه معانا اللي هو الاوفر كارنت، ده يعتبر حاجه دسمه شويه. هو طبعا الاوفر كارنت في قصه بقى، لان هو في كوردينيشن المفروض يتم ما بين الريهات وبعضها، بحيث لما يحصل فولت البروتكشن ريلي الاقرب للفولت يفصل، وقبل ما البروتكشن ريليز الثانيه تفصل. ممكن كلهم يحسوا بالفولت في نفس الوقت، لكن مين اللي ياخد الاكشن الاسرع؟ اللي المفروض اللي اقرب للفولت علشان يفصل اقل منطقه موجوده. الاوفر كارنت ريلي ده يعتبر اسهل واحد، سيمبلست ورخيص، وده بيبقى مستخدم اكتر في الراديال لاينز اللي هو مفيش تغذيه من ناحيتين، لكن لو في تغذيه من ناحيتين ممكن الدايركشناليتي اليمنت تتحط معايا، واحيانا بيبقى موجود هنا از باك اب برضه. الاوفر كارنت طبعا الموجود بيبقى فيه انستنتينيوس او ديفينيت تايم او انفرس او دايركشن.
الانستانتانيس ده بيفصل لحظيا، تمام؟ ده كده بيفصل لحظيا عند، يعني اول ما يحصل الفولت يجي فصل على طول. الديفينيت تايم ده بيفصل بعد تايم ديلي ثابت، وليكن التايم ديلي ده الكرنت مع التايم. بعد قيمة الكرنت دي اللي هي قيمة الاي سيتنج دي، بيبدأ يفصل في زمن معين محدد، ده اللي هو الديفينيت تايم. لكن الانستانتانيس بيبقى التايم بيبقى زيرو او اقل ما يمكن يعني، تمام؟ الانفرس تايم اوفر كارنت ريلي ده بيبقى كاركترستيك كده، انفرس ده الكارنت مع التايم، كل ما الكارنت يزيد كل ما التايم يقل، تمام؟ وتبدا من كومنت سيتنج معينه هنا اللي هي الكومه دي اللي هي الاي سيتنج، والكيرف ده بيتحرك لفوق او لتحت عن طريق حاجه اسمها التايم دايل، تايم دايل او تي ام اس بيسموها التايم ملتبلاير سيتنج. طيب التايم دايل بتاع ده بتاع الديفينت تايم ثابت اللي هو الكومه دي، ما بيتغيرش يعني، يعني التايم التريمنج تايم هنا ثابت. التايم دايل بتاع ده رقم، وليكن مثلا 1 من 10 او 2 من 10. هل معنى كده ان اي فولت هيحصل على الانفرس ده هيفصل عند 1 من 10 او 2 من 10 ثانيه؟ لا طبعا، ده كل قيمه كرنت لها قيمه تايم معين، كل قيمه كرنت لها قيمه تايم معين. ممكن الكاركترستيك دي ترفع لفوق يبقى التايم دايل بتاعها بيزيد، او ممكن تنزل لتحت يبقى التايم دايل بتاعها بيقل. الدايركشن اوفر كارنت ده اخر حاجه، ده بياخد فولت وكارنت عشان يعرف اتجاه الدايركشناليتي بتاعت الفولت اللي حصلت عندك. ده شكل بسيط للاوفر كارنت ريلي بيشتغل ازاي. طبعا هو بياخد اول حاجه ده الكارنت، بيقيسه عن طريق سي تي بحيث ان هو ياخد من السي تي ده اشاره الكارنت الموجود عندي. ده الاي برايمري ماشي في الخط اللي عندي، ده الاي سكندر اللي رايح للريلي، ده الريلي كده من جوه يعني. الريلي ده المفروض بيدخل هنا بيبدا يعمل كومباريزون مع كومت سيتنج معينه، اي سيتنج انا بحطها في الريلي، في الريلي، ويبدا يقيس الكومباريزون ده. الديتكتور ده كارنت ليفل ديتكتور ده يقارن ما بين الكارنت ده اللي هو الميجر الاكشوال من الـ من الـ من عندي من خارج السي تي مع كومت الاي سيتنج. لو ايفن حالة بقى الكرنت اكبر من الاي سيتنج، يبدا يعد تايم معين، بعد التايم المعين السيتنج ده يطلع اوتبوت، الاوتبوت ده يفصل سكه التريب كويل بتاع السيركت بريكر. يبقى ده بيبقى الاوتبوت بتاعه في سكه التريب كويل بتاع السيركت بريكر، بحيث ان السيركت بريكر بقى يشتغل. يعني بيبقى ادي ده السي تي اهو، ده البريكر اهو، ادي ده السي تي، وادي ده الريلي موجود عندي، تمام؟ الريلي ده اول ما بيشتغل السيركت بريكر ده عشان يشتغل فيه التريب كويل، ادي ده اهو التريب كويل، تمام؟ والتريب كويل ده واخد نيجاتيف، بجيب بقى البوستف ده، ادي البوستف بتاعه اهو، ما بوصلوش كده على طول، انا لو وصلته كده على طول السيركت بريكر ده هيعمل اوبن، تمام؟ ببدأ اخد كونتاكت هنا اوتبوت من الريلي ده، اوكسيلري كونتاكت اللي هو دي الاوتبوت، اوكسيلري كونتاكت اللي هي بتشتغل بعد شرطين يتحققوا. الشرط الاول ان الكرنت اكبر من الكرنت سيتنج، الشرط الثاني ان التايم يوصل للتايم سيتنج، يعني بستنى الاثنين. طبعا لو حاله انستنتينس خلاص هيبقى الكرنت اكبر من الكرنت سيتنج هيشتغل على طول، والكونتاكت ده اتغير وضعه كيف. الكونتاكت دي واخده البوستف، يبقى امسك البوستف ده كده احطه على اطراف الكونتاكت. طيب والخارج الثاني بتاع طرف الكونتاكت، الخارج التاني ادي الطرف التاني بتاع طرف، الخارج التاني بتاع طرف الكونتاكت رايح لتريب كويل بتاع السيركت بريكر، اوصل ده، اوصل ده بي طرف بتاع التريب كويل. اول بقى ما يحصل ان الكونتاكت دي اول ما الريلي ده يحس يبدا يعد الزمن بتاعه، اول ما يعد الزمن ووصل للزمن للتريب تايب خلاص ايه، يقفل الكونتاكت دي، يفصل السيركت بريكر. طيب الكلام ده طبعا لو انت بتتكلم في ديفينت تايم خلاص هيبقى تايم ثابت، وليكن 3 من 10 ثانيه، وده وليكن مثلا ده كده التايم، والكرنت وليكن ايه مثلا 1 امبير مثلا سكندري. يعني اول ما الكرنت ما يوصل ل 1 امبير، اول ما الكرنت عندي ما يوصل ل 1 امبير خلاص يبقى ايه، يبقى اكبر من 1 امبير، يبدا يعد الزمن بتاعي، يبدا يعد الزمن كده، يعد الزمن، يعد الزمن لحد ما يوصل فين، لحد ما يوصل هنا لزمن 3 من 10 ثانية. أول ما يوصل لزمن 3 من 10 ثانية يقفل النقطة دي فيشغل التريب كويل.
طيب لو انفرس، انفرس لا بقى على حسب النقطة اللي انت فيها. يعني مثلا وليكن النقطة دي كده مثلا 2 امبير والزمن مثلا نص ثانية، تمام، وليكن النقطة دي مثلا 8 امبير وليكن الزمن 1/10 ثانية مثلا، اي ارقام. يبقى لو حصل فولت كنت 2 امبير والسي تي ده حس ب 2 امبير، النقطة دي هتقفل بعد زمن قد ايه؟ نص ثانية دي. طيب لو حصل فولت كنت 8 امبير، نفس النقطة دي هتفصل بعد زمن قد ايه بقى؟ هتفصل بعد زمن 1/10 ثانية، تمام؟ فده فكرة اللي هو الاوفر كارنت ريلي. طبعا انا طولت فيها شوية بحيث الناس تتخيلها. ده طبعا اللي هو اللو فولتج الصغير ده، ده كده لو انت عايز تعمل سيتنج ليه يعني، فبيبقى ده الكرنت وده التايم وده الملتبلاير بتاعي، تمام. الكرنت اللي عندي والتايم تفضل بتظبط الكرنت والتايم، ولو انت عايز تاخد نسبة من الكرنت ده وتضربها في رقم، او من التايم ده تضربها في رقم، فبتبقى في حاجة اسمها الملتبلاير الموجود عندي، ماشي. طبعا ده الشكل القديم اللي هو بتاع الالكتروميكانيكال، اللي هو بيبقى ايه، بيبقى ان انت الكونتاكت ادي دي الكونتاكت اهي، الكونتاكت ده اول ما تسقط ليه تحت كده بيبقى خلاص، بيبقى معناها ان الكرنت الموجود عندي ايه، الكرنت الموجود عندي بقى كبير، فعمل فورس هنا كبيره، الفورس دي شدت الدراع ده لتحت، لما تشد الدراع ده لتحت يجي قافل الكونتاكت. اول ما الكرنت بيبقى بزيرو يجي السبرنج ده مرجع، يجي رفع دي تاني ومرجع ومرجعها لوضعها الطبيعي، اللي هي السكة يعني نفسها، تمام. طيب احنا كده خلصنا اللي هو المقدمة عن الاوفر كارنت ريلي. نيجي بقى في الابلكيشن بتاعنا. الابلكيشن بتاعنا اللي هو عبارة عن ترانسميشن لاين. ابلكيشن الترانسميشن لاين ازاي احط قيمة البيك اب كارنت الموجودة عندي، قيمة البيك اب كارنت او قيمة التايم سيتنج بتتحط ازاي او بتتعرف ازاي. لو انا فارض ان انا عندي 2 بارل ترانسميشن لاين كده بالشكل ده، 2 بارل ترانسميشن لاين بيغذي لود موجود عندي، ديزايند ان ده يقدر يتحمل اللود كله وده يقدر يتحمل اللود كله، لما اجي احط الاي سيتنج الموجود عندي احطها ازاي؟ المفروض طبعا تبقى قيمه اكبر من الاي لود، لان انا بشتغل كبروتكشن، بفصل السيركت وبقول ان في مشكله. يبقى قيمه الاي سيتنج عندي او الاي بيك اب، او بنسميها الاي بيك اب، القيمه اللي بيلقط عندها الريلي دي، المفروض علشان ده يقدر يتحمل ضعف الكرنت اللي فيه، فنقول ان هي بتساوي اكبر من او يساوي 2 اي لود ماكسيمم، 2 اي لود ماكسيمم. الفكره دي جت منين؟ جت من ان احنا لو عندنا 2 بارل ترانسميشن لاين موجودين معانا، كل واحد فيهم يقدر يتحمل الحمل ده بالكامل، فاحنا هنقول الاي لود اللي ماشي ده يقدر يتحمل ضعفه في حاله ان هم كانت في مناوره ولا في اي حاجه وفصلوا الترانسميشن لاين ده، فلما يفصلوا ده فده يقدر يتحمل مين الضعف، فنقول خلاص 2 من الاي لود ماكسيمم بتاع الترانسميشن لاين ده هنحط قيمه السيتنج اكبر منه، بحيث ان احنا كده يبقى عدينا الاوفر لود، عدينا الاوفر لود المسموح به، او مش الاوفر لود بقى، عدينا القيمه اللي هو المسموح به ان الترانسميشن لاين يتحملها. فكره السيتنج دايما لما بنحطها هي ديبند على الابلكيشن الموجود عندي. يعني انا لو عندي موتور مثلا وليكن اس 1 ديوتي، الموتور الموجود عندي، هل احط انا قيمه الاي سيتنج تحته على 2 اي لود ماكسيمم، 2 اي لود من الموتور، 2 اي ريتد؟ لا، هتبقى قيمه كبيره جدا. لا، هحطها كام؟ 1.1 من 10، 1.2 من 10، ماشي. ليه؟ لان في الحاله دي انا عندي الموتور الموجود عندي ده مش هيقدر يتحمل 2 اي لود ماكسيمم، لكن في الترانسميشن لاين يقدر يتحمل 2 اي لود ماكسيمم لو هو 2 بالر فيدرز وفصل واحد فيهم، فالتاني ده هيقدر يتحمل بضعف التيار عادي ومش هيبقى فيه مشكله. فقيمه البيك اب كارنت دي ديبند على الابلكيشن. انت بتتكلم في موتور ولا بتتكلم في جنريتور ولا بتتكلم في ترانسميشن لاين ولا بتتكلم في بص بار ولا بتتكلم في ايه بالظبط، تمام. طيب يبقى احنا دي الفكره الاولانيه. يبقى الفكره دي طبعا علشان ايه؟ علشان الاستابيليتي للسيستم، ان انا كده بحسن استابيليتي البروتكشن سيستم، ان هو مش هيفصل الا لما يكون في فولت حقيقي ما يقدرش الترانسميشن لاين ده يتحمله، تمام. طب هنا بقى ليه الرول التاني دي موجوده؟ الرول التاني دي موجوده علشان السنسيتيفيتي،
ايه هي السنسيتيفيتي؟ اللي هي بقى مقدار الحساسيه بتاعت الجهاز، ان الجهاز يقدر يحس بقيمه فولت، قيمه الفولت مينيمم الموجود، فتلت الاي فولت مينيمم دي محطوطه علشان اي قيمه تغيره ولو بسيط يقدر البروتكشن ريلي ده او الاوفر كارنت ريلي ده ايه ده يحس. طبعا الكلام ده مين؟ الكلام ده في الفيز، يعني في الاوفر كارنت الفيز اللي هو ال 51 الموجود عندنا. تمام. طيب قيمه بقى الجراوند ريلي، لو اللي هو الارث فولت ال 51 ان، هنقول بقى ال 51 ان ده 3 فيز، ممكن يبقى محطوط ترويد سي تي بيقيس 3 على بعض، فبيقيس الاي جراوند اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، او ان هو عنده عادي الثلاث فازات، هنا في سي تي وهنا في سي تي وهنا في سي تي، الثلاثه دول داخلين الريلي اللي عندي، خلاص يبدا من الريلي هنا يعملها ماثيماتيكال، اللي هو يقول اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، او اي الفازه اي زائد اي الفازه بي زائد اي الفازه سي، ويقدر يقيس الاي الارث فولت او الاي جراوند الموجود عندي. قيمه الاي جراوند الموجود عندي هتبقى قيمه مين؟ اكبر من البرميسبل امبالانس الموجود عندي. مثلا وليكن البرميسبل امبالانس هنا 10%، ان احنا لو حصل امبالانس ما بين الفازات 10%، يبقى قيمه الاي بيك اب تبقى اكبر من 10% من الاي لود. طبعا انت ملاحظ هنا ان الارث فولت وقيمه سيتنج اكيد اقل بكتير قوي من قيمه الفيز اوفر كارنت، لان الفيز ده تحميل عادي، الفيز ده ان الثلاث فازات متحملين بس هتحمله اكبر. فقيمه الفيز فولت بالنسبه للارث فولت، لا الارث فولت السنسيتيفيتي المفروض بتبقى القيم قليله قوي، علشان المفروض انا بسمح ان الامبالانس يعدي وخلاص. طيب لو انا همسك نفس الرول دي بالظبط واحطها على الموتور مش هحمي ترانسميشن لاين، هل احط قيمه السيتنج اللي عندي اكبر من 10% من الاي لود؟ لا. ليه؟ لان الامبالانس الموجود في الموتور المفروض يبقى زيرو، ان هو اصلا الموتور واخد التلات فازات، ادي الموتور اهو واخد التلات فازات دي، الفازه الاولى والثانيه والثالثه، وده الموتور كده متحمل مين؟ متحمل عليه الحمل الميكانيكي. احتمال حدوث امبالانس 0%، ان هو المفروض التلات فازات قد بعض. فاحنا في الاخر بنقول خلاص هنحط قيمه السيتنج اكبر من السيتي ايرور، ان في ثلاث سيتات هنا، ده السيتي الاول والثاني والثالث، والثلاثه دول بيغذوا الريلي، فنقول اكبر من السيتي ايرور، او ان هم لو ترويد سي تي بتحط اقل قيمه ممكنه، علشان ده في الاخر المفروض يبقى بالانس، كون ان هو امبالانس ده يبقى ايه؟ يبقى في مشكله كبيره. لكن الترانسميشن لاين لا، في نسبه تحميل، في نسبه امبالانس مسموح بيها، لان المفروض بعد كده انا بوصل للبيوت او لل او 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 للاحمال السنجل فيز عموما، والاحمال السنجل فيز بتبقى الفازه الاولى متحمله غير الثانيه غير الثالثه، فبيبقى في قيمه امبالانس مسموح بيها. بعد قيمه الامبالانس ده المفروض ترانسميشن لاين يعمل تريب، لان قيمه الامبالانس لما بتزيد بتزود لك النيجاتيف سيكونس كومبوننت اللي موجود عندك، وبتزود لك كمان قيمه الزيرو سيكونس خصوصا في الجراوند فولت، فانت خلاص بتفصل الترانسميشن لاين الموجود عندك. يبقى احنا عندنا ده في حاله الفيز تو فيز فولت، لو هنا فيز تو فيز فولت هيبقى انت بتشتغل على قاعده الفيز ريلي، او حاله الاوفر لودنج الكبيره هيبقى الاي بيك اب اكبر من 2 اي لود ماكسيمم واقل من ثلث الاي فولت مينيمم، اكبر علشان نزود الاستابيليتي، اقل من الثلث الاي فولت مينيمم عشان يقدر يحس باقل فولت يحصل في الدائره اللي عنده. الجراوند ريلي المفروض ده بنحط له سيتنج على اساس نسبه الامبالانس المسموح بها، والمفروض يبقى اكبر من قيمه الامبالانس المسموح بها، لو قلنا 10% يبقى ده اكبر. الجزء اللي بعده دي طبعا الميثودز بتاع الريلي بتاع الكونكشن، هنا ده 2 سي تي بس حاططهم علشان الاوفر كارنت، باعتبار ان هو هيحس بالفيز فولت بس، ففي الفيز فولت لو حصل فيز تو فيز ما بين الفازه A و B السي تي ده كده كده هيحس فيدل ده، طب ما بين الفازه دي والفازه دي برضو ده هيحس، فانت برضو اوكي. طبعا ده اوفر كارنت ريلي الحديث الديجيتال بيبقى 1 وخلاص والفازات داخله له، الموضوع بيبقى بسيط، بس هتبقى طبعا القصه عندك ايه؟ ان هو ان انت كام سي تي عندك؟ لو عندك 2 سي تي تقدر تحمي، اقدر احمي ضد الفيز تو فيز بس. لو حصل بقى سنجل لاين تو جراوند فولت دي بقى، لو حصل على الفازه دي الريلي ده هيحس، لو حصل على الفازه دي الريلي ده هيحس، بس لو حصل على الفازه دي سنجل لاين تو جراوند فولت مفيش حاجه هتحس، يعني هو مفيش حاجه بتقيس الكرنت الموجود على الفازه دي اصلا. طيب
الحالة التانية لو في 3 سيتيهات خلاص ده النورمال والطبيعي، هيبقى 3 سيتيهات بالشكل ده، هيبقى 3 سيتيهات بالحس. طبعا السيتيهات دي متوصلة ستار كونكشن، مجمعين النهاية دي مع النهاية دي مع النهاية دي اهم، وطالع بتلاتة بس. يبقى اللي طالع من السيتيهات كام واير دول؟ 4 وايرات، واير الأول التاني التالت الرابع، تمام؟ رايحين هنا عنده. ده الجزء اللي بعده الموجود بعده برضو، بس ده في حالة بقى ايه، في ايرث فولت. التلاتة دول اهم، ده الاوفر كارنت وده الايرث فولت، واخد تجميعة التلاتة مع بعض، تمام؟ طب لو حالة 2 اوفر كارنت ريلي مع 1 ايرث فولت، يبقى الشكل ده، ده 2 اوفر كارنت ريلي مع 1 ايرث فولت. طبعا الريلي الحديث قلنا خلاص القصة دي احنا خلاص اتخلينا عنها، ان التلاتة دول داخلين مباشرة للريلي، يعني الكونكشن ده داخل هنا مباشرة، وده داخل هنا مباشرة، وده داخل هنا مباشرة، وده داخل هنا مباشرة، وخلاص هو بيحس ده الفازة A وده الفازة B وده الفازة C، والإرث فولت بيحسبه كالكيلوتر جوه، تمام؟ ده الجزء اللي هو إيه اللي بعده، تمام. ندخل بقى للجزء الموجود بعد كده اللي هو عبارة عن إيه؟ عن البروتكشن بالأوفر كارنت ريلي. لو إحنا فرضنا إن إحنا في راديال سيستم بالشكل ده، ده ريلي سبستيشن R3 وده R2 مع سيركت بريكر 2، وده R1 مع سيركت بريكر 1 عند سبستيشن رقم 1. المفروض لو احنا حبينا نحط الفولت هنا ونقول مين التايم الاقل ليهم، هيبقى ده ولا ده ولا ده. يعني احنا عندنا تايم 1 من 10 ثانيه، وتايم 2 من 10 ثانيه، وتايم 3 من 10 ثانيه. الواحد من 10 لو حطيناه هنا قلنا ده 1 من 10، وده 2 من 10، وده 3 من 10 ثانيه، باعتبار ان ده قريب للمولد وحصل فولت هنا. ايه اللي هيحصل؟ مين اول واحد هيفصل؟ اول واحد هيفصل اللي هيعد الزمن بتاعه اسرع ويقفل الكونتاكت بتاعته، فده اللي هيفصل. في الوقت ده الاحمال المتغذيه هنا والاحمال المتغذيه هنا، فصل عنها الفول، فصل عنها التغذيه، وهي اصلا الفولت حصل بعيد عنها، فتبقى في الوقت ده الكلام ده غلط. ففي الوقت ده بنعمل ايه بقى؟ بنرتب من الداون ستريم، ده الداون ستريم ريلي، بنسمي ده الداون ستريم ريلي، وده الاب ستريم ريلي. الريلي ار 2 وار 3، ار 3 داون ستريم بالنسبه لار 2، وار 2 بالنسبه لار 3 اب ستريم، وهكذا ار 2 بالنسبه لار 1 هكذا. فنقول ده 1 من 10 مثلا، وليكن ده 2 من 10، وليكن ده 3 من 10. لما بيحصل الفولت هنا ده بيفصل بعد 1 من 10، لو ما فصلش يبقى ده بيفصل بعد 1 من 10، لو ما فصلش ار 2 بيفصل، لو ما فصلش يبقى ار 1 بيفصل. خلاص كده؟ بعد زمن ايه؟ 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10 ثانية من زمن حدوث الفولت، يعني ده أول ما بيحصل الفولت ده بيبدأ يعد صفر مثلا، 1 من 100، 2 من 100، لحد ما يوصل لحد كام؟ 1 من 10. أول ما يوصل 1 من 10 ايه؟ يدي تريب. سيركت بريكر ما فتحش، في مشكلة في السيركت بريكر، أو الريلي في مشكلة، أو الكونكشن ما بين الريلي والسيركت بريكر في مشكلة. اي مشكله في الاخر ان الفولت ايه لم يتم فصله. ايه اللي بيحصل؟ بتيجي بقى ده بيكون بيكمل عد عادي، فبيكمل 1 من 10، 11 من 100، 12 من 100، وهكذا لحد ما يوصل لحد 2 من 10. اول ما يوصل لحد 2 من 10 يبدا ايه، يبدا اشاره تريب. لو ده ما فصلش ده بيفصل بعدين. طبعا ده بيبقى الكلوزن فولت هنا للداون ستريم، بنقدر نعمل عليه الكوردينيشن ستادي الموجوده دي. طيب لو حصل فولت هنا بقى، لو حصل فولت هنا كده كده ار 3 ده مش هيشوف الفولت، اللي هيشوف الفولت ار 2 وار 1 بس، فانت كده كده مش قلقان، وهيبقى ار 2 2 من 10 وار 1 3 من 10، فانت كده كده ار 2 اللي هيفصل الاول صح، بعد كده لو ما فصلش هيبقى ار 1 الباك اب بتاعه هو اللي هيفصل ايه؟ الريموت باك اب بتاعه هو اللي هيفصل بعد 3 من 10 ثانيه، تمام؟ فده كده الكونسبت العام للريلي سيتنج للاوفر كارنت ريلي. دي المعلومات المفروض بما احنا محتاجينها. المعلومات من الاخر هي السنجل لاين دياجرام بتاع المحط، عليه كل الامبيدنس وكل حاجه موجوده، كل الداتا، وهي كانك هتعمل ايتاب على الايتاب شورت سيركت ستادي. انت بتحتاج الشورت سيركت ستادي على الايتاب، فهي كانك هتعمل على الايتاب شورت سيركت ستادي بالظبط، هتقدر تشتغل ايه عليها بعد كده كوردينيشن ستادي. فدي كل المعلومات اللي انت محتاجها اصلا للشورت سيركت ستادي وللود فلو، يعني انت بتبقى كده كده محتاج تعرف الكرنت النورمال اللي ماشي اصلا في الحاله الطبيعيه في التحميل قد ايه في الماكسيمم لودنج، تمام؟ طبعا هنا بتحتاج ان انت تعمل ماكسيمم فولت ماكسيمم فول شورت سيركت كرنت ومينيمم شورت سيركت كرنت عشان تقدر تحط الاي سيتنج بتاعه الريليهات الموجوده عندك.
نيجي بقى بعد كده، طيب انا عايز بقى اعمل سيلكتيفيتي، ان انا اقول ان ده يفصل اسرع وده يفصل بعديه وده يفصل بعديه. القصه اللي احنا عملناها دي حاجه اسمها ديسكريميشن باي تايم، تمام كده؟ ان انا عامل الديسكريميشن هنا بالتايم الموجود عندي، فانا اوكي هيبقى ايه، هيبقى ده اسرع وده بعديه وده بعديه. في حاجه اسمها ديسكريميشن باي كارنت، ان انا اخلي الكرنت اللي بيك اب هنا غير الكرنت اللي بيك اب هنا غير الكرنت اللي بيك اب هنا. فانا اقول مثلا ان الشورت سيركت الموجود عندي هنا ولكن هنا 20 كيلو وهنا 10 كيلو وهنا 5 كيلو مثلا. فانا اقول خلاص لو انا عايز اخلي الريلي ده الاي سيتنج بتاعه هخليه مختلف عن ده، خليه مختلف عن ده، بحيث ان الفولت اللي يحصل هنا يكون ده اللي يحسه بس، لكن ده ما يحسوش وده ما يحسوش، وهكذا الفولت اللي يحصل هنا هكذا برضه. فنفس القصه بتاعت التايم بالكرنت، ودي هي المفروض هنشرحها طبعا، اللي هي الكرنت جريدنج، اللي هي تاني حاجه. تالت حاجه وده غالبا اللي بتبقى الاكشن عليها بيبقى كوريكت اكتر وافضل، اللي هو التايم والكرنت جريدنج، ان انت ممكن تحرك في الكرنت ممكن تتحرك في التايم عشان تعمل ديسكريميشن للفولت. القصه دي اسمها الكوردينيشن ستادي او ديسكريميشن ستادي للاوفر كرنت ريلي، تمام؟ التايم جريدنج احنا اللي احنا شرحناه قبل كده هو موجود قدامنا اهو، ده سبوسيشن 3 2 1، ده وليكن زمان 25%، ده 5 من 10، ده 1 من 10. فلو حصل فولت هنا الفولت ده هيفصل بعد 25%، ما فصلش ده هيفصل بعديه، ده هيفصل بعديه. اقل تايم هو الداون ستريم، اعلى تايم هو الاب ستريم. طيب لو حصل فولت هنا اصلا الار 3 ده مش هيشوفه، فمش هيعد اصلا ولا هيبدا كاونتر ولا اي حاجه خالص، ولكن ار 2 اللي هيبدا، لو ما فصلش ده اللي هيفصل. طبعا القصه هنا سهله عشان ده ديفينت تايم، الكاركترستيك دي الموجوده عندنا ديفينت تايم وليست انفرس تايم، فانت في الاخر عندك التايم الموجود هو تايم ثابت ما بيتغيرش يعني، تمام؟ القصه بتاعت التايم الكوردينيشن بالديفينت تايم ده اللي احنا لسه قايلينها. طبعا الاوبريشن زون هنا فوق، ان انت تعدي قيمه اكبر من الاي سيتنج، وان التايم بتاعك يوصل للتايم سيتنج او اكبر من التايم سيتنج، فيبدا الريلي يكون شغال معاك. اسرع الريلي هو ار 3 في المثال اللي سابق، بعد كده ار 2، بعد كده ار 1 الموجود عندك. طبعا عيب القصه دي في ايه؟ ان انت لما قربت للسورس التايم بتاعك زاد، والمفروض الشورت سيركت بتاعك هيزيد. يعني انا كل ما اقرب للسورس هنا المفروض الشورت سيركت يزيد، فالمفروض اوصل اسرع. ولكن اللي بيحصل بسبب ان انت بتعمل كوردينيشن بالعكس، يعني بتخلي الاسرع واحد هو ابعد واحد عن السورس، فانت يعتبر كده ده المشكله بتاعتها، ان انت كل ما بتقرب للسورس كل ما بتلاقي التايم بيزيد والشورت سيركت بيقل. يعني المفروض هنا كده لما بمشي في الاتجاه ده كده اي بروتكشن ريلي بقابله بزود التايم بتاعه، وفي نفس الوقت لما بمشي في الاتجاه ده يبقى ده تايم عالي بيعلى، تايم بيزيد، طب والاي شورت سيركت بيزيد. المفروض بقى ان الاي شورت سيركت يزيد المفروض يبقى التايم يقل، فدي مشكلتها. طبعا دي بنقدر نتغلب عليها ان احنا نحط انستنتينيوس ستريب هنا، تمام كده، ان يبقى في حاجه هنا كده بتبقى 50 اللي هو الانتي كود بتاع 50 انستنتينيوس ستريب، بس الانستنتينيوس بيفصل على طول، فما بيحترمش اي حاجه اسمها السلكتيفيتي ولا القصه دي كلها. فلازم تحط السيتنج بتاع ال 50 ده بحيث يبقى هو اكبر من الماكسيمم شورت سيركت بتاع ده واقل من الماكسيمم شورت سيركت بتاع ده، اكبر من علشان يشتغل على الحته دي بس، عشان تضمن ان هو يشتغل في الجزء ده. يعني وليكن ده 20 كيلو وده 10 كيلو وده 5 كيلو امبير شورت سيركت يعني. طيب هبدا احط الاي سيتنج بتاع ده انستنتنس، هحطه كام؟ كوما اكبر من 10. ليه؟ عشان لما احط كوما اكبر من 10 ابقى ضامن ان الفولت حصل في الترانسميشن لاين ده، ما حصلش في الترانسميشن لاين اللي بعد، تمام؟ واقل من 50 علشان يشتغل، لان انت لو قصدي اقل من 20 كيلو عشان يشتغل، فلازم يبقى اكبر من ده الاي بتاع ال 50 سيتنج، لازم يبقى اكبر من شورت سيركت ماكسيمم، مش الشورت سيركت الماكسيمم شورت سيركت بتاع الباسبار اللي بعديه، واقل من الماكسيمم شورت سيركت بتاع الباسبار اللي انا متركب عليه، اقل منه عشان يبقى فيه فولت، لان هو اصلا ما فيش فولت هيحصل اكتر من 20 كيلو. لو انت حطيت 25 كيلو امبير يبقى الريلي ده عمره ما هيشتغل في حياته ابدا. طيب اكبر من 10 كيلو ليه؟ علشان اضمن ان الفولت حصل هنا. اقل من 20 كيلو ليه؟ علشان اضمن ان هو يشتغل. فتبقى دي السيتنج الموجوده بتاعتها، فدي الحاجه اللي احنا بنقدر نتغلب على العيب بتاع الديفنت تايم بالكورديشن، ان احنا نحط انستنتينيوس تريب، تمام؟ طيب دي القصه اللي احنا كنا بنقولها
من شويه. طبعا ميزه ده ان هو سيمبل وستات بس، مش ستات وفيتيهات، فده ارخص، والريلي نفسه ارخص والسيستم نفسه ارخص، لان انت مش بتحط فيتيهات وستات، بتحط ستات بس. المشكله ان انت لما بتقرب للسورس الكرنت بيبقى تريبنج تايم بيبقى عالي شويه. تمام، ده اكزامبل تاني اللي هو الموجود عندنا، انه هو عامل الكوردينيشن تايم هنا كام، نص ثانيه، فانت المفروض كل شويه هتلاقي نص ثانيه بتزيد، فيبقى ده ار واحد وده ار اتنين وده ار تلاته، ده كده زمنه، اول زمن اهو، وليكن 1 من 10 ثانية مثلا او 2 من 10، ده بعديه نص ثانية، فيبقى 7 من 10، ده بعديه نص ثانية، هكذا. الفرق ما بين الفرق ده اللي هو الموجود ده اللي هو نص ثانية ده بنسميها coordination time interval، بيسموها coordination time interval. تمام، ال discrimination by current، discrimination by current بتضطر تحسب قيمة ال current الموجود عندك وقيمة الفولتات الموجودة عندك، بحيث ان انت تعمل ديسكريميشن بالكرنت الموجود عندك في الدايره الموجود. طبعا القصه دي طبعا اللي بيحصل بقى ايه، ان انت بتقول خلاص انا هحط سكومه السيتنج الموجوده هنا بحيث يحس بالفولت اللي هو بتاع اف 4، طب احط اللي هنا اعلى شويه واللي هنا اعلى شويه كذا، فبتغير في قيمه الكرنت سيتنج الموجود عندك على حسب قيمه الشورت سيركت الموجوده، على حسب اللود الموجود عندك. تمام، القصة الموجودة دي طبعا احنا بيبقى فيها مشكلة. انت طبعا فولت بتبقى اف 1 وفولت اف 2 ده ما تقدرش تعمل بينهم ديسكريميشن، ليه؟ لان ده قريب قوي من السيركت بريك وده قريب قوي من الباسبار، يعني في واحد قريب من الترانسميشن لاين هنا، ده ترانسميشن لاين كده، واللي هنا ده كده مثلا، لو في هنا سيركت بريكر تاني وده ترانسميشن لاين، لو حصل فولت هنا نفس قيمة الشورت سيركت اللي هنا بالظبط، فالماجنتيود ما اتغيرش، فانت كده كده مش هتعرف تعمل ديسكريميشن للكلوزن فولت للسيركت بريكر. الفولت ده بنسميه كلوزن فولت، ده فولت قريب من السيركت بريكر، كلوزن فولت ده فولت كده قريب من السيركت بريكر، ما تقدرش تعمل له ديسكريميشن هل هو على الترانسميشن لاين اللي هنا ولا الترانسميشن لاين اللي هنا، لان قيمة الشورت سيركت اصلا ما اختلفتش ما بين ده ومن ده، فده بيبقى صعب شويه ان انت تعتمد عليه كليا في ان انت ايه، ان انت تحميه. لكن المحول ده امبيدنس كبير، فانت اكيد الشورت سيركت قبليه غير الشورت سيركت بعديه، لو حصل بعد المحول شورت سيركت غير لما يحصل قبل المحول، لان هو امبيدنس كبيره داخله معاك في الدايره، فانت كده تقدر تدسكريمينيت ما بين الفولتات اللي قبل المحول والفولتات اللي بعد المحول. يعني وليكن المحول ده مثلا، ادي ده السبلاي، ادي المحول اهو، ده المحول اللي موجود عندي بيغذي هنا كده، وده اللود الموجود عندي. لو انا حصل فولت هنا موجود بيبقى اخره هو الميجا فولت امبير شورت سيركت بتاع المحول ده. طيب لو حصل فولت هنا بيبقى واخد من الجريد نفسها، فده بيبقى رقم عالي، ولكن ده ال 220 كيلو 50 كيلو امبير، او في بعض المرات بقى 63 كيلو امبير، فتلاقي الشورت سيركت هنا الماكسيموم بقى 63 كيلو امبير. انت متخيل؟ طب تيجي هنا بعد المحول التغذيه جايه هنا راديال بالشكل ده، هتلاقي بعد المحول مش 63 بقى، ان انت هتلاقيه داون قوي. لو ده المحول ده مثلا اللي هو المحول 175 ميجا، وليكن البرسنتج امبيدنس بتاعته بتبقى 14%، فممكن تلاقي شورت سيركت هنا بقى 20 كيلو مثلا، 10 كيلو، 15 كيلو. يعني تحسبها، هي حسابها طبعا سهل وبسيط بس مش ده موضوعنا. فانت ممكن تحسب الشورت سيركت الموجود هنا عن طريق الاي فول لود بتاع المحول على البرسنتج امبيدنس بتاع المحول، تقدر تحسب الشورت سيركت الموجود هنا هيبقى قد ايه، هتلاقيه رقم قليل قوي. طبعا المفروض بتاخده بارلل مع ده، فتلاقيه قل تاني اكتر، لكن ايفن حتى ان انت افترضت ان ده متغذي من انفينيت باس، فكده كده الشورت سيركت هنا هيبقى 10 كيلو 20 كيلو، هيبقى فيه فرق كبير ما بين ده وده، فتقدر تعمل ديسكريميشن. اهميه طبعا الموجوده بقصه ديسكريميشن باي كارت، لما تبقى في مسافات تسمح ان انت الشورت سيركت يتغير بقيم ملحوظه تقدر تعمل بيها ديسكريميشن بالكرنت، غير كده هيبقى الابليكابيلتي بتاعته صعبه جدا. تمام، بالكرنت والتايم، وده المفروض ان شاء الله هنتعرف عليه في الفيديو القادم، اللي هو بقى بيحاول يقلل من عيوب التايم وعيوب الكرنت، بيحاول يقلل من عيوب التايم وعيوب الكرنت في ان احنا نبدا نحرك الاثنين ما بين كل ريلي والتاني، ان احنا نعمل ديسكريميشن للفولتات
او تمييز للفولت الموجود عندك على انو ترانسميشن لاين عن طريق تغيير قيم التايم سيتنج وتغيير قيم الكرنت سيتنج الموجود عندك. تمام، شكرا جزيلا، سلام عليكم.